ازاي تتعلم انجليزي من غير ما تحس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، معاكم طلعت الغيطي من قناة ذاكر لحساب وماس. مفيش شك ان تعلم اللغة الانجليزية لها طرق كتيرة جدا، يعني اي حد فينا جه عليه فترة كده وعايز يقوي نفسه في اللغة الانجليزية فبيبدأ يدخل على اليوتيوب فيلاقي مثلا يا اما صوتيات يا اما فيديوهات او كتب، بس بيوصل لمرحلة معينة كده ويبدأ في مرحلة الملل، فممكن ما يكملش لاسباب كتيره، منها مثلا انه مشغول او انه مثلا وصل لمرحله ملل او انه مثلا حاسس ان مستواه مش بيزيد. جبت لكم طريقه انا شايفها من احسن الطرق في تعلم اللغه الانجليزيه، وبالفعل هتتعلم انجليزي من غير ما تحس. الطريقه بقى مش ان انا اتعلم عن طريق الافلام ولا الكلام من ده، لان هي بياخدك من اول سلمه لحد المستوى او الليفل انا جبت لكم تطبيق باسمه دولينجو. التطبيق طبعا هو مخصص في تعليم اللغات الاجنبيه، مش شرط اللغه الانجليزيه بس، بيعلمك اللغه الانجليزيه وبيعلم لغات كتيره جدا جدا جدا. الفكره ان التطبيق طبعا موجود على المتجر، سواء مثلا على متجر جوجل بلاي او حتى على المتجر بتاع الابل، بس الفكره ان طبعا في المراحل العليا او الليفل الاعلى او في مستويات فيها انك عشان تقدر تكملها لازم يكون معاك فلوس او تشتريه. فانا النهارده باذن الله جبت لكم التطبيق ده، وتطبيق مدفوع يعني كامل، كل الليفل بتاعه كامل. كمان مشاكل اولياء الامور مع اولادهم في تعلم اللغه الانجليزيه، بالطبع اكيد كل ولي امر عايز ابنه انه يبقى قوي في اللغه الانجليزيه، مش قوي علشان يجيب درجات في الامتحانات ويجيب الدرجه النهائيه يبقى هو كده المقياس عنده ان هو كده جاب الدرجه النهائيه، لا، ولا انه مثلا عايزه يبقى قوي في الجرامر ولا الحاجات دي، هو عايزه يبقى قوي في اللغة الإنجليزية علشان اللغة الإنجليزية، علشان يقدر يستخدمها حتى في حياته بعد كده. التطبيق ده طبعا ممكن كمان الأطفال يستخدموه، وخصوصا ان هو بيعتمد على اسلوب اللعب، يعني مثلا في تركيب وفي صوتيات وفي فيديوهات وفي كمان انيميشن اطفال كده وكرتون، فبصراحة جميل جدا. من مميزات التطبيق كمان ان هو بيحدث دايما الداتا بتاعته كل يوم او كل يومين، يعني مثلا انت مش علشان هتخش مثلا في الليفل الاولاني وتخش الليفل الثاني او الثالث او الرابع او الخامس، فانت لما تكون مثلا عايز تعيد من ثاني من اول ليفل فهيتلاقي نفس الاسئله ونفس الصوتيات ونفس كل حاجه، لا هتلاقي مختلفه، ودي من مميزات النسخه المدفوعه. وطبعا هتلاقوا رابط التحميل في وصف الفيديو، وطبعا مش هتلاقوه على المتجر، انت هتلاقوه على المتجر النسخه المجانيه، بس طبعا الرابط التحميل هتلاقوه في وصف الفيديو اللي هو المدفوع. من مميزات التطبيق كمان ان انت بتقدر تعمل عليه بروفايل كده للمستويات بتاعتك، يعني انت دلوقتي انت بتنجز المهام بتعمل عليه بروفايل بالامتحانات او الليفل اللي انت عديته كل يوم، لان انت اللي بتحدد له هل يا ترى انت عايز مثلا النهارده تتمرن على اللغه الانجليزيه مثلا النهارده قد ايه، 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا 20 دقيقه ولا 30 دقيقه، انت اللي بتحدد. وبناء عليه هو بيعمل لك ملف انجاز المهام كل يوم، وبيقول لك انت انجزت مثلا النهارده كام مرحله، وبكره هتنجز قد ايه وما اعرفش ايه والكلام. من غير كلام كتير ولا رغي كتير، تعالوا كده يلا نتعلم التطبيق ده بيشتغل ازاي. يلا اول حاجه يا جماعه، انا زي ما قلت لكم احنا كده دلوقتي انتوا بتسطبوا او بتثبتوا التطبيق زي اي تطبيق تاني، فطبعا هو ده اللي هو الايقونه الخضراء دي بتاعته دولينجو، بضغط عليها. فطبعا هنا بيقول لي لازم تعمل حساب، طبعا انت هنا لازم تعمل حساب، فانا بقول له مثلا ايه ابدا، انا لسه هتعلم خالص بدايه. فبقول انت عايز ايه، انجليزي ولا فرنساوي ولا الماني ولا سويدي ولا بقيه اللغات، يعني انت لو ضغطت على المزيد هتلاقي باقي كل اللغات. فانا بضغط مثلا على الانجليزيه الامريكيه، بقول له انا هتعلم الايه الانجليزيه. طبعا هو التطبيق بيشتغل بالنت، فانا بضغط على اللغه الانجليزيه. طبعا بقى ايه ده اللي معانا دايما طول التطبيق، فبقول لي لماذا تود تعلم لغه جديده، هل يا ترى للسفر ولا تنشيط العقل؟ وخلي بالكم كمان برضو ان التطبيق مش مخصص للاطفال بس، لا لكل الفئات العمريه. فانا بقول مثلا الدراسه، فهل يا ترى انت عايز، بقول لك اختار هدف، انت عايز في اليوم هيبقى نظام الحصص او الدقايق او التمرين اللي انت عايزه هيبقى عادي ولا منتظم ولا جاد ولا جنوني، يعني مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. فانا بختار له مثلا، انا برضو على حسب ابني، فانا بقول له منتظم 10 دقايق كويس كفايه. فبقول له بقول هنا هل يا ترى انت عندك خبره بالانجليزي ولا هتبدا من الصفر؟ انا بقول له تتعلم ابدا من الصفر ولا تتعلم ولا تعرف بعض اللغه الانجليزيه، فانا بقول له برضو ايه من الصفر. تمام كده، بقول هنا جاري التحميل،
التطبيق ده عامل تحميله حوالي 9 مليون و100 الف تحميل. التطبيق ده عامل حوالي 9 مليون و100 الف تحميله. فاي بيقول لي هنا طبعا بادئ كده بيقول لي اي مما يلي امراه، فانا بضغط مثلا هنا وومن، هو طبعا بينطق الصوت كمان، فبقول له تحقق احسنت عاملا وهكذا. طبعا هتقول لي بقى ده الحاجات دي هايف قوي، لا ما هو بياخدك بالتمرين، بياخدك من هو دلوقتي بادئ معاك من الصفر، هتيجي تبص بعد كده هتلاقي الموضوع يعني ايه بروفيشنال بجد، يعني الموضوع مش هابر يعني. اي ما يلي بنت، هو طبعا في صوره البنت اهي، انا بقى معايا ابني فاعلمه، بيقول لي هنا اي ما يلي بنت، من البنت هيقول لي هنا، هيضغط عليها هينطق له الايه الصوت، اقول له تابع. هنا بقول جيرل، انا مش سامع حاجه، فبضغط على السماعه تاني جيرل، بضغط تاني جيرل. هو حتى كمان في اكسنت كمان، يعني ميزه التطبيق كمان انه بيعلمك الاكسنت، مش بقى الانجليزي الحكومي بتاعنا اللي احنا متعلمينه ده. جيرل يعني ايه؟ بنت صغيره او فتاه، فانا بضغط على فتاه فبقول له تحقق عمل رائع. فاي ما يلي رجل، فين الرجل؟ اهو هو طبعا بينطق امان وهكذا. اي ما يلي ولد بوي، هو طبعا نطقها هنا اهوت. خمس اجابات صح متطابقه، فبقول له ايه؟ مان يعني رجل وهكذا، يعني وهكذا يعني. انت لو جيت تبص هتلاقي شوف هنا في ترجمه، يعني كمان بيعلمك الترجمه. اي ام ا وومن، طب هنا بيقول لي هذه كلمه جديده انكر على اللي تعرف معناها اي ام، فانا بضغط عليها كده ضغطه فبقول له انا اي ام، يعني انا، لانه بيعمل حساب برضو ان في ولد لسه ما يعرفش حاجه. اي ام يعني انا، فانا بضغط على انا. وومن يعني امراه، امرأة. تحقق هنا ممتاز، ولو في غلط هنشوف وقت بالغلط هيعمل ايه. انا ولد، فانا بقول مثلا اول حاجة طبعا انا ولد I am a boy الى الاخيرة، فانا اخترت مثلا اللي في النص I am a girl. شوف هنا يعمل ايه تحقق. الاجابة الصحيحة هي I am a boy، يعني بالصحاح لك هنا. تابع بقول لك ان اول خطا لا مشكله، انت بحاجه الى صحه الى صحه لكي تكمل الدروس، اذا نفذت صحتك يعني كلام كده، يعني الترجمه الحرفيه دي. I am a boy يعني انا ولد، فبضغط تحقق. تابع انا رجل I am a man وهكذا. اضغط تاني انا مش سامع حاجه. A girl a woman، تاني كده A girl, a woman. A girl, a woman. أنا ولد، بقول لك هنا اختار، يعني أنا ولد، ترجم. I am a boy. ولو كنت تلاحظ هتلاقي السؤال اللي أنت غلطت فيه بيجيبه لك تاني، عشان بيشوفك هتغلط ولا لأ. كده أنت أتممت اليوم بتاع النهارده، فبقول لك أنا بقول له تابع. لقد بدأت حماستك، اجعل أيام حماستك 2 ليصبح التعلم عادة يومية، يعني إيه؟ كمل بقية التمرين كمان. أنا بقول له تابع. أنا بقول له أنشئ حساب. اعمل حساب انا بقى كم عمرك، لن يطلع اي شخص على اخر اعلى معلومات. انا عمري مثلا انا ابني مثلا عنده 10 سنين، بقول له 10. تابع لا تستخدم اسمك الحقيقي، مثلا بقول له مثلا ايه منعي اي اسم، خلاص تمام كده هقول له تابع. البريد الالكتروني ممكن انا ايه لولي الامر طبعا، مثلا ممكن في اس جميل ماشي ده ايميل مثلا كده. انا عملت البروفايل بتاعي اللي هيبقى فيه كل حاجه، الباسورد اي حاجه، بس طبعا لازم تكون انت حافظ الرقم ده، لان انت هتحتاجه في يوم من الايام. خلاص كده انت عامل العوده للصفحه الرئيسيه، دي بقى الصفحه بتاعتك. هنا بقى اساسيات انت كملتها، اضغط عليها مستوى انت عملت درس من الثلاثه فهتكمل وهكذا. انا شايف ان التطبيق ده بصراحه معجزه وكويس جدا، كويس جدا جدا كمان. فطبعا دي النسخه المدفوعه، تلاقي رابط التحميل بتاعها في وصف الفيديو وبس كده. ده انا واسف لو كنت طولت عليكم، بس حبيت اشارككم التطبيق ده لانه فعلا مش موجود، التطبيق المدفوع مش موجود، قليل جدا. هو طبعا موجود زي ما قلت لكم، موجود على المتجر النسخه المجانيه، ودي طبعا النسخه المدفوعه. انا شايف ان كل ولي امر لازم يقعد مع ابنه كل يوم ويعلمه الحاجات ديت، لان بصراحه هتفيده قوي قوي قوي، وخصوصا ان الاجازه ديت كبيره قوي، فهي كفيله انها تنسي اي طالب او اي حد الانجليزي واي حاجه في دماغه في التعليم هينساها خالص. وكمان ده غير كمان ان السنه الدراسيه في العام القادم احتمال كمان تتاجل، فالموضوع هيبقى فيه خساره للطالب.
وآسف لو كنت طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.